للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن من واشنطن السيد بي جي كراولي، مساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي. سيدي كراولي، إذا فصل مسار المفاوضات السياسية عن الحرب على الإرهاب، هل هو أمر ممكن وبسيط أم أن الملف السوري أكثر تعقيدا بسبب تشعباته ومساراته وتعدد أهدافه؟ إنه نزاع معقد جدا وربما أكثر النزاعات تعقيدا في آخر 3 أو 4 سنوات. وإذا كان هناك وقف لإطلاق النار وتم توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين فهذه خطوة ذات معنى، خطوة مفيدة، ولكن نحن لا نرى فقط الفصل بين وقف إطلاق النار والتعهدات بالاستمرار في الحرب لدى أطراف، ولكن حتى أولئك الذين لم أو ليسوا طرفا في الاتفاق مثل الدولة الإسلامية قالوا أنهم سيستمرون في الحرب. ولكن إذا كان هناك مناطق صغيرة فيها وقف إطلاق النار سنرى إذا كان بالإمكان توسيعها وشمل أطراف أخرى. اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ميونخ والذي أشرت إليه، هل تعتقد فعليا أنه قابل للتطبيق والاستمرار؟ فيما نسمع اليوم أيضا قادة في المعارضة السورية يؤكدون الحصول على صواريخ أرض أرض للمساعدة في صد الهجوم في حلب. أعتقد أن إحدى الأسئلة الرئيسية هي كيف سيتم ذلك وكيف سيتم الحفاظ عليه، بمعنى لو عنصر أساسي من وقف إطلاق النار هو توصيل مساعدات إنسانية للسوريين المحتاجين في أجزاء مختلفة من البلاد، هل بالإمكان الاستمرار في هذا أم لا؟ إذا استطعنا الاستمرار في هذا ففي نهاية المطاف يمكن توسيع هذه المناطق، وهذا شيء كنا نفتقر إليه من ناحية الاستراتيجية في السنوات الخمس الماضية. عندما نصل إلى هذه النقطة على طرف ما أن ينفذه، والسؤال خاص بالدول الكبرى التي لها مصلحة فيما تم الاتفاق عليه. أشرت إلى أن نقطة الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل داعش وجبهة النصرة، إذا في هذه الحالة نعود إلى معضلة التصنيف، من يحق له قصف هذه المجموعات؟ قوات التحالف، روسيا، الجيش السوري وحلفائه، أين وكيف؟ أعتقد أن التحدي كما أشار التقرير هو التعامل مع التعريفات المختلفة للنزاع، من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي. جزء مما هو أو جزء من المشكلة هي زيادة مستوى الأنشطة المختلفة على الأقل نظريا، والدينامية بين أمريكا وروسيا على سبيل المثال، هل أنشطة أكثر ستوجه ضد الدولة الإسلامية وأنشطة أقل ضد المعارضة السورية؟ هذا ضروري جدا. والسؤال ماذا سيحدث للناس في حلب والزخم الذي تتمتع به الحكومة السورية، هل سيستمر، هل ستستمر في قطع خطوط الإمداد والوصول إلى الحدود التركية؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي سنرى هل هناك إجابة عليها وكيف سيتم الحفاظ عليها، وهل هي قصيرة الأمد أم أن هذا بداية إنهاء للنزاع؟ السيد بي جي كراولي، مساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي، شكرا جزيلا لك على المشاركة.